السؤال الأول من الأستاذ حسني يقول: ما حكم رد القرض بزيادة دون اشتراط عليه على سبيل الهدية؟ طبعا عندنا احنا في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إن رد القرض بزيادة في الصفة من حيث الجودة والرداءة مثلا، يعني اقترض مثلا غلة رديئة وردها جيدة نظيفة بدون اشتراط، هذا جائز وعند كل العلماء عندنا وعند غيرنا، اللي هو الرد في الايه؟ في الصفة. لكن الرد في المقدار هو ده اللي عند فيه خلاف حتى عندنا، يعني عند الجمهور جائز أن يرد أكثر في المقدار بشرط أن ما يكونش فيه إيه؟ لا يكون هناك اشتراط عند القرض. ما هو لسه ثلاث شروط، يعني عندنا احنا في المالكية فيها خلاف المسألة عندنا احنا بالذات، لكن عند غيرنا يجوز رد القرض بأحسن منه صفة وقدرا مطلقا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره يعني استسلف بكرا، يعني جملا صغيرا، فلم يجد إلا رباعيا، يعني بعير ابن 4 سنين، فرده صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس أحسنهم قضاء، عليه الصلاة والسلام. وحديث زيد بن سعدة، زيد بن سعدة الحبر اليهودي الذي عرف كل الصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صفتين لم يخبرهما، يسبق حلمه غضبا ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلمه، جاء زيد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فاقضني حقي. سيدنا عمر طبعا نظر إليه نظرة يعني أخافته ووقعت الرعب في قلبه، قال يعني تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأنا جالس؟ دعني يا رسول الله يضرب عنق. قال له: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي، قم يا عمر واقضيه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعت. فزاد يعني قضاه وزاد. بعد ذلك طبعا قال له: لما فعلت ذلك يا زيد وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: قرأت الصفات في التوراة والإنجيل، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، فعرفتها إلا صفتين لم أخبرهما، يسبق حلمه غضبا ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلم، والآن قد خبرتهما، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الأساس في المسألة، الجمهور على جواز رد القرض بأحسن منه صفة وقدرة. احنا عندنا في المالكية بعد الشروط الثلاثة، يعني في 3 شروط عندنا: ألا تكون هناك عادة وعرف متعارف أن اللي يقترض يرد أحسن منه قدرا، ده الشرط الأول، وألا يكون هناك شرط عند الايه؟ عند القرض، يقول اسلفني مثلا 100 واردها 110 مثلا، ده شرط عند العقد. والا يكون هناك وعد يقول له ايه؟ انا اخذ منك 1000 مثلا وان شاء الله ساردها لك 1100، ده وعد، يبقى شرط أو وعد أو عادة، 3. والمسألة عندنا ما هي العادة؟ هي العرف، فيها خلاف. الإمام أشهب قال إذا انتفت الشروط الثلاثة جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أحسنهم قضاء، واستدل بالحديث زيد بن سعنة كما ذكر. الإمام ابن القاسم وده اللي ماشي عليه خليل عندنا احنا قال ايه؟ يعني مكروه كراهة ايه؟ كراهة تحريم.
مكروه كراهة التحريم لم يجزه الإمام ابن القاسم، وده اللي مشى عليه خليل في إيه في المختصر، قال لا يجوز رده أحسن منه صفة لا قدرا. فالمسألة عندنا خلافية، لكن الراجح عند الجمهور الجواز لقوة الدليل.